رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زياد و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في فقرة زد فرصتك، زد اقترابك بأن تكون أحد المرشحين بشكل قوي بعد توفيق رب العالمين بأن تكون فارس زد رصيدك في نسخته الخامسة. المال الرصيدي في هذا الموسم يساعدك كثيرا وهو مساند جدا بعد توفيق رب العالمين بأن تكون فارس زد رصيدك، ليس فقط أن ينجيك من البرايم إنما سيكون مساند لك بأن تكون أحد المرشحين بشكل قوي جدا بأن تكون فارس هذا البرنامج. تمنياتي للجميع بالتوفيق، شدوا حيلكم، بقي هذا الأسبوع والأسبوع القادم ونعيد ونكرر أنه راح يكون فيها أمور لهذه المسابقة وله تكريم وجائزة خاصة بإذن الله تعالى، ما راح نعلنها إلا إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله تعالى. معاذ عيوني أنت تسلم عيونك، بس تسمعني زين؟ إيه أسمعك أسمعك. أول شيء يعطيك العافية على هذه المبادرة. عافيك، ليست مبادرة، مجرد تذكير فقط. تذكير أو مبادرة على هذا الفئة الغالية على قلوبنا. أنا سويت مشهد أنا ومحمد الوهيبي قبل فترة، والله العلي العظيم إني يعني عشت الدور، قلت أنا أبغى أحط النظارات ولا أبغى أشوف شيء. يعني أنا حافظ القرية، إحنا لنا كم؟ لنا 70 يوم في القرية، وعارف هنا فيه شجرة وهنا فيه كاميرا وهنا فيه كذا، مع ذلك أنا مشيت خطوتين وخلاص تهت. يعني ففئة غالية على قلوبنا، ويعطيكم العافية، شيء يعني يحسب لكم أنكم ذكرتونا فيها. أحيانا ننسى بعض الأشخاص، مو ننساهم لأنهم مو مغالين عندنا، لا، ننشغل في أمور ثانية أو كذا. والله هذه الفئة الغالية على قلوبنا، وأنا أوعدهم من هذا المكان بعد البرنامج لهم عمل خاص راح أهديه لهم إن شاء الله. بيض الله وجهك يا معاذ، وجهك أبيض والله حبيبي. بس لفتة بسيطة تو، وأنا أحاول أوصف لكم، أقول لكم يمين يسار، أحس أني أنا توهكت، ما أدري كيف أوصف. يعني أحس أني عجزت أوصف، فمن بالك بالأعمى نفسه. صحيح، فيعاني معاناة يعني، فنقول نسأل الله أن الله يلطف بهم ويسر أمورهم. اللهم آمين، اللهم آمين. طيب الله يسعدكم جميعا، نرجع لجو المسابقة شوي. بس طلب بسيط الله يسعدكم، القومة والرجعة ذي تأثر على الكاميرات وعلى ذا، فنحاول نكون بقدر الإمكان في أماكننا. نبدأ على بركة الله الجولة الأولى في مسابقة زد فرصتك. نعم، وطلع لي القرعة يا كترة، روح. ما زالت صور الشباب اللي غادرونا يعني موجودة، الله يذكرهم بالخير. غادرنا الأسبوع الماضي حبيبنا فارس القحطاني، أتمنى له التوفيق. وحقيقة فارس كنت من اللي أرشحهم أن يكون فارس هذا البرنامج، لكن قدر الله ما شاء فعل، هذه طبيعة البرنامج. وهاتوهكت بالشاي. ستوب. عبد الرحمن خضيري، خلاص ليش جاي أخذت الشاي؟ تعال. حبيبنا عبد الرحمن خضيري راح يمثل محل أقدامي. محل أقدامي حلوين كذا كذا مضبوط. الله يذكره بالخير زياد، مزجون صح؟ خل الأرجنتين تنفع. طيب نشوف ما راح ينافس عبد الرحمن خضيري في الجولة الأولى. روح. ستوب. مسجون. روح. يعني ممكن يكون ضاعت عليه فرصة، ممكن يكون نجا من السالب 100، الله أعلم. ستوب. سلمان الباهلي. سلمان الباهلي. ما شاء الله. داوني داوني يا عبيد. راح يمثل تخيل العود. نعيد ونذكر المسابقة 6 أسئلة لكل سؤال 100 ريال، ساعة تتصارعون عليه مثل شد الحبل بالضبط. الله الله. 30 ثانية 7 خيارات، يذهب خيار بين فترة وفترة، يبقى 3 خيارات لك الأحقية تجاوب بعد ما انتهي من السؤال. حلو. جميل. في حال فوزك في أي مبلغ راح يكون ضعف كاش في حسابك من الراعي. مظبوط. مدخيل أو محل أقدام. محل أقدام. حلوين. المسجون زي ما أنت. ما شاء الله عليك انت. طيب اذا المسجون راح يشارك المسابقه، سعود فهد راح يكون في الجوله التاليه. يعني راح لا خليك راح نشوف من راح ينافس سعود فهد في الجوله التاليه. تبي ترجع ولا يجي سعود؟ لا خلاص خليك على وقتك. طيب نبدا على بركه الله. السؤال الاول يقول: ما الدوله التي كان يطلق عليها ساحل الذهب؟ السويد، فنلندا، نيجيريا، جيبوتي، السودان، غانا، ليبيا. و30 ثانيه. ساحل الذهب. ساحل الذهب.
20 ثانية. اتوقع مر علينا كثير. غانا. غانا. عبد الرحمن. ليبيا. ليبيا. إجابة صحيحة. سلمان الباهلي إجابة صحيحة. 100 ريال. 100 ريال. نتوقع في اليوم أو الأسبوع القادم، يعني ممكن الأسبوع القادم الفرصة متاحة أكثر أن واحد منكم يحصل على 500 ريال. الله يوفقكم. السؤال الثاني يقول: من الصحابي الذي كان يلقبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلقمان الحكيم؟ أبو الدرداء، عبد الله بن عباس، عمرو بن العاص، سلمان الفارسي، خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، عثمان بن عفان. وثلاثين ثانية. الصحابي الذي كان يلقبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلقمان الحكيم. 20 ثانية. لا تستعجلون. أتوقع أنه سؤال مخلد. حبيبي استريح. عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس. سعد. سلمان بن فارس. سلمان الفارسي. سلمان الفارسي. خضيري. أنا أنصح عليه هو. عبد الله بن عباس. سلمان الفارسي إجابة صحيحة. عبد الرحمن خضيري. سلمان سلمان الباهلي. كلكم سالب 100. حلو. حلو. ما زال التنافس قوي جدا. باقي لكم 4 أسئلة. ممكن تصلون ل 400 ريال. السؤال الثالث في الجولة الأولى يقول: ما الاسم القديم لجزر البهاما؟ جزر لوكي، الجزر السوداء، الجزر الخضراء، الجزر الهندية الهند الشرقية، جزر الكاريبي، جزر الخالدات، جزر الكناري. 30 ثانية. أنا خبر في ستاند هنا يمسك ال كان. ها يا شباب. 15 ثانية. جزر لوكي. جزر لوكي. عبد الرحمن خضيري. سلمان. الجزر الخضراء. الجزر الخضراء. سلمان الباهلي. الإجابة صحيحة. جزر لوكي. 100 ريال. يقلب الطاولة عبد الرحمن خضيري. 100 ريال. 100 ريال. 100 ريال. ما زالت الفرصة أمامك. حاطي لي 5 أسئلة لكن على العموم 5 أسئلة. والله أنا مرتبك أكثر من البرايم. أفا. ليه؟ لا ترى أسرع إجابة تربك. طيب اي والله شدوا حيلكم. السؤال يقول: من القائل اننا لا نعمل لانفسنا بل نعمل لوطننا وهو باق ونحن زائلون؟ سعد زغلول، احمد عرابي، سقراط، افلاطون، مصطفى كامل، النابغه الدبياني، مصطفى محمود. 30 ثانيه. اننا لا نعمل لانفسنا بل نعمل لوطننا وهو باق ونحن زائلون. سعود فهد قاعد يكتب ذكريات على الجدران الآن. خربيش خربيش. أحمد عرابي. كامل. أحمد عرابي. مصطفى كامل. كامل. كان بعن ويهي. كان بعن ويهي. وإجابة صحيحة. مصطفى كامل. سلمان الباهلي. الجميع سالب 100 ريال. المنافسة قوية في هالجولة. كم الحين؟ سالب 100 ريال كلكم. كلنا. كلكم سالب 100. كم باقي سؤال؟ باقي سؤالين المفروض يا كنترول. يعني اخذ 200 او المفروض انه 6 أسئلة، يعني ممكن تاخذ ال 200. حلو. طيب السؤال الخامس يقول: من مخترع بنادول الساعه؟ بوشنل، شور، ابن يونس، كانتين، اديسون، ميلر، هولت. 30 ثانيه. وشلون بنادول الساعه؟ بنادول الساعه يعني وضحت صراحه. إيه فهمت انا الحين فهمت. بندول الساعة. بندول وش اليو كذا؟ بندول الساعة مش بندول. أقسم بالله فهمت. 10 ثواني. كنتين. كنتين. ابن يونس. ابن يونس. ايه. الإجابة صحيحة. ابن يونس. عبد الرحمن الخضيري مرة أخرى يعود لل 100 ريال. الآن الفاصل. الحين سالب كلنا. لا الآن هو 100 ريال. أنت سالب 100 ريال. كم بقي؟ ناخذ فاصل. كم بقي سؤال؟ تأكد. ناخذ فاصل. يلا. كم بقي سؤال؟ الآن السؤال الفاصل. باقي سؤال أخير. إيه؟ في حال إجابتك تصبح 200 ريال. إيه؟ في حالة إجابتك ترجعون كلكم سالب 100. جميل؟ ناصر ترى طولتها. السؤال السادس في الجولة الأولى يقول: أين تقع مدينة نينوى؟ الأردن، تركيا، المغرب، تونس، الجزائر، مصر، العراق.
ما عاد في برايم، لكن الرصيد يساعدك كثيرا في النهائي. عشر ثواني. تركيا. تركيا. العراق. العراق. إجابة صحيحة سلمان الباهلي، نينوى في العراق. الجميع سالب 100 ريال. نينوى. يا ناس بدنا شيء. نينوى، هذا التنافس. جميل. والله كفو.